راكي حاشي شي ثاني، وانا انصحك ما تصدي كلمه واحده من كلامه. دخل علينا وحنا واقفين بشق زواد، طلبنا منه يساعدنا تنصلح بين زواد ورداد، رفض طلبنا وخيبنا. سبع الردي يا اولاد الحلال، مناع ما يهمنا امره كان صادق او كاذب، اللي يهمنا امره زواد. كيف شفتوه؟ في منه همل ينصلح حاله ويصير رجال عادي؟ لا بالله ما منه فايده يا اخوي. زين، انا قلت كلمه وبرجع بيها البارح واليوم وباكر، مصلحه العشيره فوق مصلحه ولدي، وانا اشوف بي قدام زواد حلين. ايوه، اما يقبل باللي صار او يرحل عن العشيره بالحال. يرحل عن العشيره صعب عليه وعلينا، باكر تصير سالفه بين العربان. اي بالله يا اخوي، حنا ما عندنا وقت نضيعه مع زواد ومناع، انا اريد الوقت كله تنحضر حالنا وزلمنا ونرد بالغليص عنا. والله يا اخوي كلامك ما عليه غبار، ترى زواد يهدد بالذبح والسلخ والقتل، وانا اقول بالتالي وده يكون مع غليص علينا، وان كان العشيره سمعت بهالشي تثور وتكون النتيجه البلا يعم الجميع. قليل اخير لقيت لي طريقه نصل بيها لغليص؟ لا بالله ما لقيت، طلبك مستحيل ابو كايد. لا ما في شيء مستحيل، انا لقيتها. شلون؟ ودي ابعث له زلمه من زلمي من اللي احبهم جذير مع هديه محرزه. ايوه، ومين هذا اللي تحبه كثير ودك دزه يا طويل العمر؟ انت يا قليل، هو بي حد بالعشيره احبه اكثر منك، شعلي سكاره. زين. ول 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 ليه ديك ترجف؟ ما ادري ما ادري، يمكن صابني المرض اللي صاب زواد، جتني الرجفه يا ابو كايد. يا ويلي جسمي غدا مثل النار. انا مريض يا اخوي، مريض ولازم الزم الفراش، ارخص لي يا اخوي. اقعد مقعد رجال. قليل، ادري انك تجذب على كل الناس، لكن على مناع ما تقدر تجذب. دخلك يا ابو كايد، دخلك ودحشي معك جردي. تفضل قول. اطلب مني اللي تريده من عربنا، لكن لا توديني له لعين غليس، تراه يذبحني. لهالدرجة تخاف منه؟ اي بالله اخاف منه، ولا ما يخاف ما يخوف يا اخوي. انا قلت لك ودي ابعثك مع هدية محرزة من عندي. دخلك يا اخوي لا تورطني، العربان كلها تعرف غليس، تراه ذيب وغدار، والله ياخذ الهدية مني من هان ويذبحني ويسرخ جلده ويسويه ربابة. اي والله يا اخوي منا هذه الحقيقة. يا اخوي انا لازم اظل جنبك، انا بالعربة ساعدك. تقدر ترسل له مسعود، مسعود ما له قيمة، انذبح وتجيب غيره، لكن انا خسارتي كبيرة لك. اي بالله يا قليل انك خسارتي كبيرة لي، لكن انا عاد ما بعث مسعود، مسعود ما ينفع. اي يشور علي بغيره. زين هالساعة فتشر لك بواحد زين ومن اهلها. اي وش رايك بزعل؟ زعل ما غيره. اي زعل ما غيره. يا رجل انت انجنيت تحط لحيتك بيه تزعل؟ باكر علم سعده، وسعده تعلم رداد مثل الطير الطاير، وتصير اخرتك عليه تزعل. اي طمن، زعل انا اعرفه زين. اي واعرف كيف احط الرسن برقبته واجره قدامي مثل الدابه. إيه؟ قم عاد قم نشوف شغلنا. يلا يلا. Thank you.
يا هلا تفضل. هلا ابو بكيد. صبحون على خير. الله معك. يا هلا الخير. انت من هلو؟ يا هلا ابو بكيد يا هلا. يا هلا. والله زعل كنت مارق جنب الشقه سمعت صوت الربابه والشعر يغني قلت افوت قهوه عندك. يا هلا ومرحب يا هلا تفضل اقعد تفضل. ايه. يا هلا بيك ابو بكيد. يا هلا. الله. زعل. يعونك. بأول القصيدة سمعت سعدة. اي من هي سعدة؟ سعدة من هي سعدة هي طويلة العمر؟ اي زعل اللي كان يغني لها شعر الربابة. هذا كلام تقوله القصيدة يا شيخ منع. اي بالله كلام تقوله القصيدة علي انا يا زعل. سعدة اخت حمدة. اللي قال لك ما هو صادق يا شيخ مناع. اللي بيني وبين سعدة مثل ما بين السماء والأرض. إيه بالله بين السماء والأرض. الله أعلم. على كل حال الحب ما هو عيب، له بيدي وله بيدك، بيد ربنا. إيه بالله. إيه سعدة تحبك كثير يا زعل. إيه بالله تحبني، لكن أنت شلون عرفت؟ والله مناع يعرف كل شيء. زعل يعونك. ما تعللت انت وسعدة بحدة شق ابوها من قطة ايام؟ اي بالله كلامك صحيح. ويوم ان رجعت من البرية جبت لها حمل حطب. عليم الله يا زعل انك تحمل اكثر من بعير. بعير؟ اي بالله صحيح اكثر من بعير. اي بالله اكثر من بعير. دريت عاد انه مناع يعرف كل شيء. على كل حال سعدة تستاهل كل ما للدنيا. يعني انت ابو كايد ما تقول انه سعدة شينة؟ هنيا لك بيها. شوف يا زعل. تفضل. انت حط ايدك بيدي من قلب رب وصير رجل ينشد الظهر بيك وانا اطلب لك اياها من ابوها. انا ودي احط ايدي بيدك وبحزامك يا ابو كايد.
وأنا أدخل على الله عليك، وبالتالي لو تطلب روحي أقدمها لك كرمال عيونك وعيون سعدة. سلامة روحك يا زعل. على كل حال أنا المهر اللي يطلبه أبوها أقدم له إياه، بس عاد تخدمني زين وتلبي لي كل طلباتي. بإذن الله بإذن الله ألبي لك كل طلباتك، ومسألك بيش ولا بقديش ولو طارت رقبتي. إي سلام ترقبتك. صب قهوة. قول يا سعدة ويش رايك؟ ما هي بلها الطول يا أختي. أنا ما أسألك عن طولي، أسألك عن ثوب عرسي. طير عقلي، وين عيون رداد تشوفش بيه مثل الرمح لردين، وشعرك الأسود فوقه مثل جناح الغراب. رداد هالساعة ما هو فضيلي، وما يشوفني بهالثوب إلا ليلة الزفة. زين اشلحي والبسي الثوب الثاني. الثوب الثاني؟ ايه الثوب اللي خيطيه عند أم فاضل. هذا الثوب اللي خيطه عند أم فاضل ما غيره. وش تقولين يا حمدة؟ عروس وثوب واحد ما غيره؟ هذا اللي نريده أنا ورداد. الثوب والعشرة مثل بعضهم، لكن بارودة واحدة أحسن منهم كلهم. ما فهمت قصدش يا حمدة. رداد يقول العدو ما نرده بهدومنا، نرده بالبارودة، والعاقل حين الخطر يشرب ماله سلاح ما يشري هدوم. وأنا ما تجوز هدوم، أنا تجوز رداد زينة شباب العشيرة. أنت مجنونة يا حمدة، بنات العشيرة ما يصدقون كلامك. باكر يقولون رداد بخيل وما اشترى العروس وغير ثوب واحد بس. ويش عليه؟ رداد ما يحب ثوبي، رداد يحب حمدة يا سعدة. يا حمدة يا سعدة. هان يا ابوي هان. مساكم الله بالخير. يا مساء الخير يا ابوي. والله انا قلت اشوف شن قبل ما واجه العيال اللي مشارقين باشر معطرش. تفضل يا ابوي تفضل. اي 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 يا ذكر الله يا ذكر الله. هذا ثوب الزفه يا حمده؟ اي يا ابوي. مبروك عليك يا بنتي، مبروك سبع بركات، بالله انك فرحتي قلبي. عندك علم يا ابوي انها ما عملت غير ثوب واحد بس؟ اي ثوب واحد بس يا حمده؟ ليه يا ابوي؟ الخير كثير والحمد لله. لأنه رداد قالها العدو ما نرده بهدومنا، نرده بالبارودة. اي كذي بالعون انه رداد يحكي الصحيح. حنا يا ابوي حين نكون بأمن وسلام نشري ونلبس كل غالية الثمن، لكن حين يتجار همنا العدو ما نرده بهدومنا، نرده بالبارود. اي اقعد يا ابوي اقعد. اقعد يلا. ونوعدك يا ابو كايد اني ما افتح اسمي بكلمه واحده قدام احد مهما شفت بعيني او سمعت بذاني. حتى سعده؟ حتى سعده يا طويل العمر. واي كلمه تصير عند رداد توصل لي اياها بالحال. زين زين باذن الله تصير عندك بالحال. شوف يا زعل انت رجل عاقل وتفهم، اي كلمه توصلها على لساني لسعده احرمك اياها للابد. ادخل على الله وعليك يا ابو كايد، ان حرمتني سعده ترى انا اموت. هذا شي بيدك انت ما هو بيدي. عاملني زين ما تلاقي الا الخير. زين لكن انا ودي اعرف منك وش تطلب مني. زعل يعونك، انت تحب هلك وعشيرتك ولا ما تحبهم؟ انا كرمال عيونك وعيون سعده احب هلي وعشيرتي وافديهم بدمي. زين تسافر عند غليس بالحال. اسافر عند غليس؟ وش بلاك يا ابن الحلال؟ اي بالله الليله تجهز نفسك وباكر تسافر عند غليس. وش اساوي عند غليس؟ عمرك شفت غليس بزمانك؟ لا بالله ما شفته، لكن اسمع عنه كثير. وش سمعت عنه؟ سمعت انه ما يخاف الله، لا يحلل ولا يحرم، ومثل الذيب ولا يامن جانبه. اللي سمعته كافي يا زعل. غليس قاعد يحضر نفسه وده يغزينا. أدري يا طويل العمر أدري.
يهون عليك يا زعل تشوف سعده غليس جارها من شعرها وماخذها معه. لا بالله اهون علي موت الف موته ولا اشوف سعده سبيه. حياك الله. شوف يا زعل، انا وانت وكل شهم بالعشيره لازم نجمع شملنا ونقوي حالنا مشان نحمي مالنا وحلالنا وعرضنا يا زعل، عرضنا. حياك الله يا ابو كايد، والله انك تقول زينت القول وكلامك جواهر. لكن ود اسالك، ليه رداد يكرهك وما يقدر يسمع باسمك؟ الله يسامحه ويهديه. انا يا زعل احب رداد كثير كثير، وشايف اللعبه له هذا، كل قصدي من وراه اخدم رداد. والله والله يا رداد، والله غير اخدمك خدمه ما تنساها للابد. هايل هايل يعونك. اقرب عندي ما انا قادر ارفع صوتي. حاضر يا عمي. علامك يا طويل العمر. ما في شيء يا هايل، هذه دموعي تسيل من وجع جسمي. ألق هوا جديدة. إيه بالله جديدة. زين، صب لي فنجان وقرب عندي. تكرم. تفضل. عشت. قهوة زينة، تسلم يدك يا هاي. الله يسلمك ويشفيك يا طويل العمر. بي عندك اخبار عن ولدي زواد؟ ايه بالله، اخباره زينة والحمد لله. وين هو الحين؟ عند ولد عمه مناع؟ لله، ما هو عند مناع، نزل ضيف عند ابن عمه 3 ايام وعقبها نصب شق لحاله بحداه. طال عمرك، لا تشغل بالك عليه، هو بل في خير من الله. الحمد لله الحمد لله. كان علمت عن اخباره بشيء علمني بيه. والله الناس تقول يا عمي مناع قاعد بالليل والنهار يبغي يطيب بين زواد ورداد، عامل كل جهده تا يصلح بين زواد وبين رداد. وكاد يا هايل. والله هذا الكلام اللي سمعته من الناس يا عمي، والله أعلم. زين، ودي أطلب منك طلب يا هايل. خذه من عيون الثنتين يا عمي. ودي تروح لعند زواد على الشق وتبلغه على لساني، قل له أبوك مشتاق لك كثير وريد أشوفك. لكن زواد ما يكون هان باجر يا عمي. عجب، وين يكون؟ طلع يقنص يا عمي، طلع يقنص. وكاد يا هايل. والله هذا الكلام عرفته من مسعود يا عمي، لقاني بالطريق وقال لي مناع وزواد يريدون يطلعون للقنيص باكر. زين يا ابوي زين، الله يسهل عليهم ويجيبهم بالسلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. تعال يا رداد، تعال يا ابوي. ايدك يا ابوي. الله يرضى عليك ويرضى أخوك زواد ويهديه. قلبي وفكري عندك يا أبوي، عودك الوجع مرة ثانية. أنا والوجع صرنا أصحاب يا أبوي، لا هو يقدر يعيش بلاي ولا نقدر أعيش بلاه. لو كان وجعك ينشرب الروح لاشتريته بروحي يا أبوي، لكن العين بصيرة واليد قصيرة. طمني يا رداد، وش صار بينك وبين وجوه العشيرة؟ برضى الله ورضاك كل شيء زين. كنت خايف مصل النتيجة، لكن بالتالي كلهم لبوا الطلب. أشهد بالله إنه كل كلامك صحيح يا أبو كايد. شوف يا زعل، حنا لازم نكسب الوقت الكافي ونشري سلاح. الوقت ما هو معنا، لازم نلعب عغليس خص نص. إي بالله، أنا حاضر للسفر يا طويل العمر، لكن ودي منك تعلمني كيف أحكي معه. أنا أعلمك، لكن هالساعة تيجي معي
وجاني نقي 10 نياق معشرات تاخذهن هديه لغليس. توكلنا بالله. يلا تفضل. انشدك بالله انك تحكي الصحيح او قصدك ترضيني يا ابوي. وراسك حكي اللي صار يا ابوي. ولو واحد من وجوه العشيره تخلف عن الدفع كلهم لبوا الطلب ما عدا ابن عمي مناع. مناع رفض يدفع. الحقيقه حنا ما قربنا صوبه ولا طلبنا منه يدفع. لا هذه غلطه كبيره وانا لومك عليها كثير يا رداد. انا يا ابوي كنت خايف ردني خايف. على كل حال المال اللي جمعناه تنشري به سلاح كان اكثر من اللازم. الحمد لله الحمد لله. اخبارك هذه ردت لي روحي يا رداد. وباكر باذن الله نجتمع عندك لما نتفق على الزلم اللي يسافرون ويشرون السلاح. زين عملكم هذا عين الصواب. والحين أريد أعلمك بشيء ما تعرفه واطلب منك تنفذه بالكامل. وشو يا أبوي؟ يكون بعلمك إنه سلاح وحده ما يكفي تتقهر به عدوك. كثير من العشائر كان بي عندها سلاح أكثر من اللازم ومع هذا ما فادها عند الطلب. ليه ما فادها يا أبوي؟ شوف يا ولدي يجوز ما يكون بي عند عدوك سلاح كافي ومع هذا ينتصر عليك وعلى سلاحك الكثير. كيف يا ابوي؟ انا رايي يا رداد ترسل حواجه لدير تغليس وتطلب منهم يجمعون لك اخبارهم من الصغيره للكبيره. وش الا بالحواجه يا ابوي؟ الحواجه يا ابوي هم بنظر العربان بياعين يحملون القماش والسكر والرز وينتقلون به من مكان لمكان وبذات الوقت يجمعون لك اخباره ويرصدوها ويكونوا عيون لك عليه. وانت حين تعرف اخبار عدوك زين تفاجئه وتنتصر عليه قبل ما هو يفاجئك وينتصر عليه. بارك الله بيك يا ابوي بارك الله بيك. انا دايم دوم بحاجه لنصيحتك وشورك. المشوره معي عيب يا رداد. واطلب منك ما تخطي خطوه وحده قبل ما تشاور الناس اللي خبروا الحياه وعرفوها وبالتالي انت الربحه. باذن الله يا ابوي. مساك الله بالخير يا مسعود. مس النور يا قليل. علمني شلون صار صحته؟ تحسنت؟ لا بالله ما تحسنت. الرجال محموم يا اخوي يصحى شوي ويرجع يغط من جديد. ايه طلب منك شيء؟ يهذي وهو نايم وما افهم وش يقول. ايه لا هذا يهذي منه من رضه. قاعد ابلل القماشه بالخل واحط الخل على جبينه. إيه؟ تطروح السخونه وما بي فايده. حرقت العشبه؟ لا بالله ما عندنا عشبه. زين خذ خذ هاك العشبه. ول 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 جسمه نار ملهلبه. بسيطة السخونة ما تخوف باكر يتعافى. ليه ما تخبرون هلو يا قليل؟ مسعود اياك تفتح اذنك بكلمة من هالحكي. ها والله مناع يقطع لسانك ويلعن ساسك. لا بالله يا اخوي ما افتح اثمي انا عبد مامور واللي يقوله مناع يصير. ايه جاك احد وسال عن زواد؟ جو جماعه وسالوا عنه قلت لهم طلع للقنيس. اشوى نطول عندك؟ لا بالله خلص. قرب 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 العشبة جاي قرب. يلا زواج شم يا اخوي دخان العشبة يفيدك باذن الله. شم يا اخوي شم 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 بعد بعد دخان بعد بعد يا مسعود. زواد شوي شوي انت عارفني انا قليل يا اخوي. اي وهذا مسعود شوفه شوفه عرفته. هسه عالشيخه كانت هان وين راحت؟ عند رداد. اي عند رداد رداد رداد.
مسعود يعونك اطعمها شيء يا اخوي. من يوم ان مرض لليوم ما فات الزاد بطنه. شوف ذوب له مخشاقة عسل مع طاسة حليب نوق وسكيه لحليبات ولو بالقوة. حاضر. غليس غليس يا مسعود. هذا غليس يا زعل. اصحى من نومك يا حمدة. غزانة غليس. جانا غليس يا حمدة. رداد. 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 تقول حمده من حر ما جرى با وتقول حمده من حر ما جرى بها النفس صامت على ذي الزاد جرحنا واضري وصيح بعالي الصوت يا رداد هو رداد اللي رد الخيل بحومة الوغى هو رداد خلالي وحيد البيت طفل صغير وخلالي وحيد البيت طفل صغير ويحن حنين اما الخلوج ابواب
غليس غليس يا مسعود. هذا غليس يا زعل. اصحي من نومك يا حمدة. غزال غليس. جانا غليس يا حمدة. رداد. 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 يعني احنا اللي خفنا بس يا ابو منهل انت ما خفت؟ لا بالله خفت كثير. طلعت من شقة الكض من غير سلاح. اي الله عمى قلبي وما عرفت وين اوجه. لهذه الدرجة يا شيخ. ودك الصحيح. اي هاللي ما يخاف ما هو رجال عاقل. اي والله جيرنا من ساعة الخفلة يا جماعة. اي بالله. امين يا رب. الحقيقة كل الناس خافت وظنوا غليص داهمهم ببيوتهم وهم نايمين. إيه. وما حدا بيهم خذ حذره. اي بالله صحيح. والله انا طلعت من شق ركض وما ظل براسي وعي. إيه. نطحني في الحال المطلق قال هي بمنهل ما تخاف ما بيغزو. إيه. هذول حرميه ودهم الطرش المريض بالبريه. ربعنا لحقوهم وردوا الطرش منهم. وقتها عاد طمن. والله انا يا ابو منهل إيه؟ طلعت من شقة اركض لعند الشيخ عطوان تشوف رداد. إيه؟ لقيت رداد طالع بسلاحه قبل ما صلت. والله ما عرفنا الحقيقة غير التالي الليل. والله وجوه الخير. إيه؟ اني فرحت كثير حين علمت انه ربعنا طلعوا كلهم لبيوتهم وقت الخطر وكأنهم رجل واحد. والله هذا شيء يفرح القلب. إيه بالله. إيه بالله يا شيخ يفرح القلب. والخير لقدامي بإذن الله. بإذن الله. لا تجادل يا أخويا منا بس لا تجادل من غير حق. انت امس غلط غلطة كبيرة والناس ما تغفر لك إياها. ليه يا قليل؟ الناس حين هبت من بيوتها ترد الطرش كان لازم تكون قدام الجميع. لكن انت عاد انهزمت صوب البرية وتسلم جلدك. صحيح. إيه بالله صحيح. لكن أنا ظنيت أنه غليص صار ذابح ثلثين العرب. قلت لنفسي انهزم يا ولد والهزيمة ثلثين المراجل. إيه. تعرفين رداد كان يركض قدام الناس وهو حامل سلاحه ولولاه ما كان ردينا الطرش. وكاد يا قليل. إيه وحياتك مزل عليك وظل ينخى الصغير والكبير في العشيرة. حتى النسوان انتخن طلعا من بيوت حاملات العصي والجارحات. والله اني غلطت غلطه كبيره يا قليل. كبيره وبس. الناس اليوم اصبحت بسيره رداد. الصغير والكبير يثنون عليه ويشكرونه. تعرف وش يقولون؟ وش يقولون؟ يقولون حنا يوم نشوف شيخنا قدامنا نقحم الموت العينه. قليل ها ودي اياك تلاقي لي طريقة أنفذ بيها من هالورطة. يعني قصدك نسوي لنا فنتيكية. يعني تلاقي لي طريقة تصدق بيها الناس مراجلي. إيه؟ اللي ما سواها لا رداد ولا عنتر بن شداد. إيه بسيطة هذه. بس جت والله جابها. جت؟ إيه. عجل قول يا أخوي عجل. قديش تنطين عليه؟ إيه قليل أمرك طلبت مني شيء وعزيته عليك. الله يسلمك. والله دائما عاد تحرجني. زين المهم هالساع روح اسرج حصانك يا أخوي وعفر وجهك بالتراب. زين وبعدين؟ بعدين تيجي على العرب خيال من بعيد وطراد طراد طراد وقبلك شق عمك أبو زواد. وتاليها عاد يا أخوي. قوم يا أخوي صب لأخوك قليل فنجان قهوة وأقول لك تالي الفنتيكية. أصب قهوة وإيش عليه؟ الجماعة اللي كلفتوهم يشرون سلاح. إيه. سافروا يا عبد الله. إيه توكلوا على الله يا أخوي. إيه سروا ومشيت أنا وعبد الله معهم لطرف العرب وحنا نرشدهم وندلهم كيف يتصرفون. حياكم الله. وطلبنا منهم كل ما اشتروا شيء يحملوه على بعير ولا اثنين ويرسلوه بالحال وما يتوخروا به. بارك الله بيكم عملتم عين الصواب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اي 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 الحرمية يا ابوي كانوا خمسة، ثلاثة انقتلوا، واحد انهزم، وهذا وقع بيدنا. يلا انت حيكم. بارك الله فيكم يا رداد. ارفع راسك ولد بعيني يا ولد. انتم من عرب غليس؟ لا يا طويل العمر. من هم عربكم؟ حنا جماعة مشردين، كل واحد منا جاه من عشيرة. وش اسمك؟ البدويه ما يعلم باسمه يا وجه الخير. يا شيخ البدوي الشهم اللي ما يعتدي على حد ما نسأله عن اسمه، حنا بدو وهالعوايد. ايه وش اسمك؟ حامر يا طويل العمر. وش رماكم علينا يا بارد الوجه؟ الجوع يا طويل العمر، الجوع. رداد. هي يا ابوي. فك له هديه. حاضر يا ابوي. هايل. يعونك. صب له فنجان قهوة. تكرم. وش رأيك بقهوتنا؟ قهوة جويت، الله يجعلها دائما بوجودك يا طويل العمر. انت وربعك اعتديتم علينا، وانت الحين منيع، كيف تريدنا نجازيكم عسوء فعايلكم معنا؟ انا يا وجه الخير مذنب، وهذا قدر المكتوب على جبيني. احكم علي باللي تريده، وانا راضي بحكمك يا ابن الاجاويد لو كان به موتي. انضيفي يا عامر، انضيفي طول ما تريد تبقى بضيافتي، وحين تريد ترحل عن عربنا تلقى خير بإذن الله. حياك الله وطال عمرك. ما يرد السيئة بالحسنة إلا الشهم ابن الشهم والأصيل ابن الأصيل. حياك الله. هلا بيك يا عامر. هايل. يعونك. خذ الضيف وقدم له زاد وكسوة، وبعد ما يتريح أنا بانتظاره. على أمرك يا عمي. تفضل يا أخو. تفضل. صباح الخير يا سعدة. هبنت يا زعل؟ لازم أسافر بالحال، ما أقدر تمشي قبل ما أشوفك وودعك. مسافر؟ لوين مسافر يا زعل؟ ما يجوز ناقف على الطريق الورادة، أخاف أحد يشوفنا. تعالي ندخل بين الشجر. ما أقدر، مستعجلة شتير. قل لي عاد لوين مسافر؟ أنا كل ما أشوفك وريدة أحكي معك تقولين عندك شغل، عندك شغل، عندك شغل. حرام عليك يا سعدة، ليه تحبين عذابي؟ حقق علي يا عين. قل لي عاد لوين مسافر؟ ما اقدر احكي هان ولا كلمه واحده. شايفه الشجره هذه؟ علامها. الشجره هذه لها ذان تسمع هرجنا وتعلم مناع. شغلت بالي يا زعل، مناع اللي طلب منك تسافر؟ ايه يا سعده، امس جاني على الشق وطلب منه اسافر بالحال. لوين؟ لاخر الدنيا، ودي اجيب مهرج واعاود. إياك توافقين على الزواج من أحد غيري. أنا مهما توخرت راجع لك سالم غانم بإذن الله. وش الحكي اللي تقوله يا زعل؟ مرة تحكي عن مناع ومرة تقول مسافر لآخر الدنيا تجيب مهرج. وش بلاك يا أخوي؟ حيرتني. شوفي يا سعدة، هذا سر وما أقدر أفتح اسمي بكلمة واحدة. ومتى كان بيني وبينك أسرار؟ ليه؟ أنا أخفي عليك شيء يا زعل؟ أنا شدك بالله لا تقطعين قلبي. أنا انحكيت كلمة واحدة
يعلم بها مناع ويقلب الدنيا فوق راسي. يعلم بها مناع، ما بي احد هان غيري وغيرك، من اللي خبره؟ الشجرة هذه اللي حنا واقفين تحتها مناع بلوى يا سعدة، يعرف كل شيء يجرى بالعشيرة، وعنده علم انك تحبيني واحبك. مناع شذب عليك ورماك، الرجل يضحك عليك، عنده مقاصد وغايات يريد ينفذها على كتافك. اصحى من نومك يا زعل. علامك، ما انت مصدق كلامي؟ انا اللي عندي مقاصد وغايات ودي انفذها على كتاف مناع يا سعدة، ودي تكونين زوجتي بسنة الله ورسوله، لكن ما عندي مال ولا عندي طرش، وانا كرمال خاطرك ادب نفسي على الموت، ارهن عمري واجيب مهرج. يسلم عمرك يا زعل. لكن ان كنت تحبني صحيح تقول لي عن وش اتفقتم انت ومناع. شوفي يا سعدة، مناع طلب مني احلف يمين معظم اني ما افتح اسمي بكلمة واحدة. وحلف؟ ايه يا سعدة، قلت وحياة واحد احد الفرد الصمد، وحياة عيون سعدة ما افتح اسمي بكلمة واحدة لو الحمي انفرم. خير يا زعل. دعيلي يا سعدة، انا مسافر وقلبي بمانة الله ومانتك. الله معك، نسلم عليك. الله وقلبي معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك اليوم يا عمي؟ الحمد لله بخير يا مناع، تفضل اقعد. يا الله يا رب. كيف حالك يا الربع؟ يا هلا بمناع. الحمد لله بخير. عساك بخير. الحمد لله يا ولد اخو، الحمد لله. الحمد لله. ليلة البارحة انشغل بالنا عليك كثير يا مناع، وش صار بيك؟ هل ترى خفت مثل ما خفنا؟ تضحك يا مناع، يعني انت ما خفت؟ اسولفك يا عمي. اي والله امس طلعنا للقنيص انا وزواد، وحطينا ببالنا ما نعود قبل 10 ايام. ما تقصرون. اي بالله، وحنا بالقنيص سمعنا صوت رصاص جاي من بعيد، والله طلعنا من الشق وصغينا تنشوف منين صوت الرصاص جاي. حياكم الله. وبعدين التفت زواد وقال لي صوت الرصاص جاي من صوب عربنا، وتمكن يكون غريس غزانا. إيه والله إيه. هوب نحمل حالنا ونرجع للشق، نحمل سلاحنا ونركب خيل. زين. بارك الله بيك يا منا. إيه. بارك الله بيك. اي بالله هذا اللي صار يا ابو منهل. إيه. لديت على زواد وقلت له قلت له يا زواد قلت له الهزيمة ثلثين المراجل. باطل يا ابو منهل باطل، انا وزواد ننهزم. والله لو كان غليس اللي غزانا لجيب راسه بيدي هاي هديه وقدمه لعم الشيخ عطوان. بالله. بارك الله فيك يا ولد اخوي يا مناع. كمل يا ولدي كمل. اي والله تجاولنا الراي انا وزواد، والله عاد اتفقنا انه يكون الغزو من الخلف. اي 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 والله عاد كان قصدنا من هالشيء، ودنا ودنا ايه ودكم تفاجئوهم، هذا واضحه مثل عين الشمس. اي يا عبد الله. اي لكن بالتالي عرفت انه ما بي غزو، واللي تجرهمونه كانوا حراميه. اي عرفنا والله، حتى شفناهم بعيننا. قديش قدرتوا بعددهم؟ عددهم؟ اي والله عاد العدد مشان الواحد يكون صادق 100% وما يكذب. اي يكون صادق. اي كانوا يا عمي بين 40 و50. يا ويلي. انت اسمع يا عطوان، ليه تضحكون يا هالربع؟ يهدك الله يا ولد عمي، اللي سطوا علينا 5 زلم لا اكثر ولا اقل. اي شلون شفتهم 50؟ لا تغلط يا رداد، صحيح اللي سطوا عليكم 5 زلم. اي لكن الباقيين كانوا ينتظروا الاشاره من الخمسه اللي شفتهم بعينك. اي يا وجوه الخير، كلام مناع صحيح،
الخمسة هذولة كانوا روادة، لكن البلا الأعظم بقى وراهم. إيه؟ كيف عرفت يا عمي؟ جماعة من ربعنا قالوا لي، لكن حنا ما قدرنا نعرف من عيالنا اللي ردوهم عنا. إي إي اللي ردوهم أنا وزواد. بارك الله فيك. والله عمي أنا توني وصلت من الخلا، أتنينا حتى يطلع الضوء. والله كيف مشينا ولدينا هيك ولا هيك نلاقي شو اسمه بقع دم. بقع دم. هذه معناتها انكم صوبتوا منهم ناس كثير يا مناع. اي كثير، بس عاد والله العتمه كانت كثيره وما عرفنا قديش اللي انقتلوا وقديش اللي انصابوا. إيه. الله يعطيك العافيه يا مناع. الحقيقه انتم زواد بيضتم وجوهنا ورفعتم روسنا. ايه لعيناك يا عمي. والله حنا وقت الشده ندب نفسنا على الموت. اي بالله ندب حالنا على الموت وما نهاب، خصوصا انا يا عمي. اعرف اعرف. وين تركت زواد؟ زواد تركته بالخلا. اشرب يا اخوي يا زواد اشرب. ما اقدر يا مسعود، شوفت عينك اللي اشربه يطلع من بطني بالحال. هذا حليب نوق مع العسل، والعسل شافي للناس باذن الله. اشرب. خذ 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 هالطاسه يا مسعود، والله ما اقدر ابلع ولا نقطه واحده. على كيفك يا طويل العمر. مناع هان؟ لله مو هو هان، طلع قبل شوي وما ادري لوين وجه. خير ان شاء الله خير. ما حد سال عني يا مسعود. من تقصد؟ اقصد ما حد سأل عني من طرف أبوي. لا بالله ما شفنا من طرفهم أحد. بسيطة بسيطة. لو أني ولدهم من دمهم ولحمهم كان سألوا عني، لكن أنا غريب غريب عنهم. يمكن أني أنا ما ماني ولد أبوي. يقولون الدم ما يصير مية، لكن دم أبوي وأخوي صار مية، وهذا أكبر دليل. الله يرحم التراب اللي لمك يمه. والله من يوم فراقك ما ظل بالدنيا حنيه. يا حويني عليك يا مزواد. صلي على النبي. صلي على النبي يا طويل العمر. مهما صار لابد ما تصالح انت وهلا. هذول ما هم هلي. انت هلي. انت اللي قاعد معي بالليل والنهار. لك كل خير عندي يا مسعود. أنا ما أريد غير سلامتك وترجع صحتك مثل ما كانت وأحسن يا وجه الخير. تدري يا مسعود، يعونك، أنا ما أريد الشيخة ولا ظل اللي نفس بيها. ثبت لي أنه صحة الإنسان وعافيته تسوى الشيخة واللعظة من الشيخة. إي بالله إي بالله كلامك صحيح يا أخوي. علامك تريد تقعد؟ زين زين، أحضر لك وسايد من شق مناع؟ لا لا خلك. أريد أنام أريد أنام يا مسعود. زين انتظر أنا. شوي انتظر. أيوه مد رجلك مد رجلك. شبعت وكفاها الله يحمده. اللقمة هذه وما غيرها. أمر إلى الله، هاتيها من يدك. لا يا عين أبوي، أطعمك هاللقمة بيدنا. افتح اذنك. ألف صحة وألف هنا. يا ترى استاهل منك كل هذه الحنية يا حمدة؟ إيه بالله يا رداء تستاهل وأكثر. اليوم صبحت العشيرة تحمد بيك وتثني عليك من صغير هالكبير. على ويش يحمدون بي؟ الحادثة اللي صارت ليلة أمس صغيرة وما هي محرزة للحمد والثنى. صغيرة بعينك يا رداء، لكن كانت كبيرة بعيوننا. شيخنا يركض قدامنا وقت الشد، وانت مسكنت قدام الجميع تصيح عليهم وتنخاهم. في احلى منها يا رداد؟ تدرين يا حمده؟ قول يا عين. امس ثبت لي انه ربعنا رجال وما يقدر احد يقهرهم ان شافوا شيخهم ماشي قدامهم على الخير. ليه؟ ما كنت تعرف هالشي من قبل؟ لا بالله ما كنت اعرف. ابوي مريض واخوي زواد بالتبى الصيد، وأنا جاهل من عارف من ربي رامين. رماك بقلبي يا ردة. حمد.
صحيح حنا هملنا ربعنا وظلمناهم كثير. زين الحين الندم ما يفيد، أمس راح وحنا ولد اليوم. الغلط يتصلح يا رداد، باكر حين يشوفون سلاح صار بين ايديهم يطمنون على ارواحهم واموالهم، وعند الطلب تلقاهم شوكه بعين العدوان. باذن الله يا حمد. وش اخبار زواد؟ ما ادري، مناع يجذب كثير وما ثق بكلام، وقلبي مولع نار على اخوي زواد. اعرف قلبك يا رداد، قلبك لا يحقد ولا يكره، لكن كل السبب من ولد الحرام مناع وربعه. نفسي اروح عنده واشوف، لكن اخاف يثور من جديد ونواجه فضيحة جديدة. لا لا يا رداد، انتظر كم من يوم يكون هدي وتقدر تفهم معه. وهذا رأي ابوي بعد. حمدة، هيا حمدة. علامك يا سعدة. مين عندي؟ عندي رداد، تعال. اي بالله يا عمي، انا عتبان وزعلان عليك وعلى ابو منهل وعلى الجميع. ليه؟ لا سمح الله، وش سوينا؟ درتم على كل وجوه العشيره تجمعون مال حتى تشرون سلاح، وما تيجوا عندي. ليه ما جيتم عندي؟ والله انا ظنيت انه غيري راح لعندك، ويمكن غيري ظن انه انا رحت لعندك. لا، ما حدا جاني، لا انت ولا غيرك. انتم ما تعرفون قيمتي، لو تعرفون قدري وقدر ابوي المرحوم كنتم جيتم. لكن يلا، انا رجل غريب ما حد يحبني. مناع. اي يا عمي. مناع يا ولدي. نعم يا عمي. المثل يقول العفو عند المقدرة. الحقيقة هالجماعة غلطوا معك كثير، وأولهم ولدي رداد. إي يا عمي، رداد وده كان نص الحكي ما له جواب يا مناع. لا تواخذني يا عمي، وفي هرجك. أنا لمت الكل ولمت رداد على غلطهم، وكان الواجب يروحون لعندك قبل الجميع. بارك الله بيك يا عمي. انت ولد اخويا مناع، مكانك محفوظ بقلوبنا. حياك الله يا عمي. والله انا من زمان اقول واحكي انه ضروري نشري سلاح، والحين لازم نسلح حالنا حتى نرد العدو وما نحسب له حساب، وخصوصا نرد خطر غليس عنا. بارك الله بيك يا مناع، الله يرحم تراب ابوك. إيه شوف يا عمي، أنا هالساعة قدامك أدفع مال حتى تشرون بيه سلاح جديد. عشت ودام فضلك يا ولدي. أبو منهل. إيه خير يا أخوي. شوف لي قديش أكثر واحد دفع، أدفع قده مرتين. الله يقدرك على عمل الخير يا طويل العمر. إيه عن إذنك يا عمي، والله أنا ودي أمشي. مثل ما تريد. إيه بالله. شوف زواد اليوم. اي بالله اشوفه. والله ذكروا لنا مكان قريب بيه قنيص كثير، ودنا نروح تلاه. الله معكم وين ما رحتوا، لكن وصيتك زواد يا مناع دير بالك عليه زين. على امرك يا عمي. سلم عليه وقل له على لساني ابوك مشتاق لك كثير وريد اشوفه. اي على راسي وعيني. نسلم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وايش رايك بسوالف مناع يا طويل العمر؟ مناع يكذب كثير وانا ما صدق كلامه، لكن مجبور سايره طول ما هو لازم حده وكافينا شره. صدقت يا ابو زواد صدقت. علامك يا رداد، ليش تفكر يا عين؟ لازم اعرف لوين وجه زعل. زين
لكن كيف بدك تعرف؟ راي ارسل ورا مناع وافهم منه لوين ارسله. اياك يا رداد تسويها. ليه يا حمد؟ لانه مناع يتمنى يشوفك واقف قدامه مقهور طيغيظك ويتشفى بيك. لكن ان تقدر ترسل ورا حد من زلمه وتسايسه تتعرف الحقيقه يكون احسن. حمده، مناع حريص على سراره مثل ما يحرص الجبان على روحه، ولهالسبب ما ينطي سره لحد من زلمه، وما حد يعرف الحقيقه غير زعله مناع. زين، طول بالك تيرجع زعل. اقول لك لوين وجه زعل؟ لوين؟ زعل راح لعند غليس. وش صابك يا رداد؟ والله مهما كان خسيس ما يسويها. حمدة، مناع يريد ينتقم مني ومن ابوي عن طريق غليس. ارسل له زعل يطلب منه يغزينا قبل ما يصل سلاحنا. فهمتي ولا لا؟ وش واقف تنتظر يا رداد؟ اسرع سوي لك شغله قبل ما تكبر السالفه. لولاي مين انتو؟ لولا غليس وين كنتو؟ لولاي وش حالتكو؟ حياتكو بيدي وبيدي حياتكو. انا غليس، انا طويل العمر غليس، انا جمعتكو كل واحد من ديره. كنتو مشردين بارض الله الواسعه، لا قدر لكو ولا قيمه. جيت ونزلتكم بالديره هذه، انطيتكم ارض ما هي ارضكم، سويتكم عالم وناس قدام الناس، والصديق والعدو يهابكم. والحين هيكون بعلمكم جميع، الديره هذه ما تكفينا، حنا لازم نقضي على جميع العشائر الموجوده بالبلاد وناخذ ارضهم ومالهم وحلالهم. واللي تاخذونه يصير حلال زلاله عليكم. علامكم ساكتين؟ كلامي معه زين؟ والله اللي ما يضحك من قلبه غير اسلخ جلده. زين اسكتوا اسكتوا. انا قلت ارض العربان ومالهم وحلالهم هيصير حلال زلال علينا، وانتوا تعرفون انه غليس قال فعل. بي واحد يقدر يجذبني؟ حشاك، ما نقدر نكذبك يا طويل العمر يا غليس، لكن العاقل يحسب واللي ما يحسب ما يسلم. وايش قصدك تقول يا جابر؟ حنا لازم ننظر لقدام، لأنه هناك تظهر الحقيقة واضحة مثل عين الشمس. وضح وضح كلامك يا جابر. الحين إن كان العربان اتحدوا وصاروا يد واحدة علينا، وايش يصير بحالتنا؟ أنت جبان يا جابر، جبان وما تفهم؟ كلكم تعرفون ان العربان ما بقدرتهم يكونون يد واحده طول ما غليس موجود بالديره. والله انت يا اخوي تفهم اكثر منه، ولك عهد علينا نطيعك وما نخالفك. ما بي واحد يفتح اسمه بكلمه واحده، واللي يخالف اقضي عليه بلي شفقه ولا رحمه. زين، الحين الحاضر فيكم يعلم الغايب. خلال يومين تجهزون خيلكم وسلاحكم، وباليوم الثالث نمشي على عشيرة الشيخ عطوان، نحرق بيوتهم ونطفي نارهم، واللي تاخذونه يصير حلال زلال عليكم. زين؟ زين يا طويل العمر. يلا عاد انقلعوا مهان، يلا امشي انت وياه.